وللمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الاعتقالات التعسفية في قضاء الطارمية شمال العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك يا دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم والمشاهدين قناة الرافدة. حياك الله. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن الاعتقالات التعسفية في قضاء الطارمية، كيف تنظرون في الهيئة لهذه الاعتقالات المتكررة تجاه أهالي الطارمية؟ الهيئة تعتبر أن ما يجري منذ يوم أمس واستمرار اليوم الثاني على التوالي من انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين وحريتهم كرامتهم في قضاء الطارمية، من حصار القضاء والاعتقالات العشوائية غير القانونية وضرب المواطنين وإهانتهم والإمعان بتعذيبهم وإدخال الرعب في قلوب المواطنين، هي ممارسات تعسفية غير قانونية، هي جريمة أخرى ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات الإرهابية بحق أهالي الطارمية، وهذا يوجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ويجب رفع الحصار عن قضاء الطارمية على الفور، خصوصا أن الاعتقالات تجري في ظل تفشي فيروس كورونا في العراق وعجز حكومي تام عن تقديم أبسط الخدمات للمرضى. فالاعتقالات بهذا الشكل يعني التسبب بانتشار الوباء، وهذا يدخل الاعتقالات في إطار الإبادة الجماعية، فإذا ما يجري هو خلق أزمات جديدة قديمة للهروب من معالجة الملفات التي تستوجب علاج حقيقي للخروج من مآزق العراق ومآسي الشعب العراقي الذي يعاني من الآلام ويفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، رغم أنه يملك من الأموال ومن الثروات ما يضاهي بلدان العالم. طيب، يعني رغم يعني تكرار هذه الانتهاكات بحق أهالي الطارمية، إلا أن التطور هذه المرة خطير جدا بعد أن استولت القوات الحكومية وميليشيا العصائب على مسجدي الرسول واليقين في القضاء. ما الهدف من وراء هذا الإجراء حسب رأيكم؟ حقيقة هو استيلاء الميليشيات على العصائب وبدعم قوات حكومية على مسجدين في القضاء يشير إلى أن العملية هي عملية طائفية بامتياز، هدفها إثارة النعرات الطائفية، لأن الحكومة عجزت، حكومة الكاظمي ومن قبلها حكومة عادل عبد المهدي، عن إنهاء التظاهرات واستمرار المتظاهرين في ثورتهم. فالمطالبة التي كانت تطالب بإنهاء النظام السياسي القائم في العراق، فهي محاولة لعدم المشاركة في التظاهرات، وايضا للتضييق على قضاء الطارميه التي مناطقها تعتبر من حزام بغداد، وقد حاولت الميليشيات والاحزاب الطائفيه على مر السنين الماضيه تهجير اهلها والتغيير الديموغرافي في المنطقه، وايضا لان هذه المناطق في طبيعتها هي مناطق صالحه للزراعه وتعتبر سله غذائيه لبغداد، ولذلك تحرص الميليشيات على الاصرار على التغيير الديموغرافي في هذه المناطق. طيب، هذه الانتهاكات المتعاقب عليها من قبل حكومات ما بعد الاحتلال والمستمرة، هل تغير الوضع مع الكاظمي؟ يعني اليوم هل تغير هذا الوضع أم هل سيطر كما وعد على انفلات الميليشيات أم أن الأمر مخالف؟ قطعا الكاظمي لم يستطع حل ملف الميليشيات والأسلحة المنفلتة كما وعد في عندما تسلم منصب رئاسة الحكومة الحالية. الكاظمي أثبت في أول تجربة أنه فاشل وعاجز أمام هذه الميليشيات الإجرامية عندما اعتقل عدد من الذين أرادوا أن يقوموا بعمل إرهابي ضد المؤسسات الحكومية وضد المصالح الأجنبية في العراق، وعندما اعتقلهم رأينا أنه كيف خرجوا رغم أنف الكاظمي وداسوا بأحذيتهم على صور الكاظمي بتحدي صارخ وتحدي واضح جدا، ويظهر عجز حكومة الكاظمي عن مواجهة الميليشيات. فإذا الأمور لم تختلف عن سابقاتها، حكومة الكاظمي هي نفس حكومات السابقة التي مرت على العراق، لذلك البيان بيان الهيئة اليوم صرح بأن حكومة الكاظمي تقوم باستخدام نفس النهج الطائفي في إدارة الحكم، في إيذاء الناس وتدمير حياتهم وقمعهم. طيب، لليوم الثاني على التوالي تحاصر القوات الحكومية والميليشيات قضاء الطارمية، من المسؤول عن إرهاب الدولة الذي يمارس بحق الأهالي في القضاء؟
بيان الهيئة حقيقة اليوم أشار إلى ما تفضلتم به وحمل المسؤولية الكاملة على الحكومة الحالية، حكومة الكاظمي والميليشيات وجميع أحزاب السلطة المشاركين في العملية السياسية. الميليشيات المجرمة هي المسؤول المباشر وتبعا حكومة وأيضا حكومة الكاظمي وتبعا كل من يشارك في هذه العملية السياسية، وأيضا يشارك في ذلك من الجهات أو الأحزاب التي تصمت أمام هذه الانتهاكات الصارخة وهذه التعديات لحقوق المواطنين في قضاء الطارمية، وتحمل أيضا الهيئة مسؤولية ما يجري لمن يدعون أنهم يمثلون هذه المناطق وأنهم دخلوا العملية السياسية من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين في هذه المناطق. نعم، كان معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.